السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. فسائل يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقال في أول العام الهجري؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا أعلم شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، ولكن ثبت بما يحسن بمجموع طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ربي وربك الله. حسن هذا بعض العلماء بلفظ قريب، والله أعلم. وهذا لهلال أي شهر من الشهور الهلالية، وليس مختصا بشهر الله المحرم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما هي كفارة جماع في أول الدورة؟ يعني الأحاديث التي وردت في تعيين قدر الكفارة في الحيض أحاديث معلولة، فمنها ما يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق بنصف دينار أو بثلث دينار أو بربع دينار، كلها لا تثبت، ولكن الذي فعل ذلك يأثم، وتأثم المرأة المطاوعة له. فإذا كانت تأثم وهو يأثم فعليهما بعمل صالح يكفر الله به تلك السيئة، فقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فاعملي عملا صالحا، والزوج يعمل عملا صالحا من أجل تكفير هذا الذنب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت سمعت لك قبل كده ان حضرتك بتقول على كتاب مدارج السالكين لابن القيم ان هو كتاب يعني لا انصح به. طبعا يقينا لا انصح بهذا الكتاب الذي ملئ باشياء بعيدة عن سنة رسول الله، ونهجه غير سديد في جملته، إذ هو لا يبني على قول الله وقول رسوله في كثير من المسائل، وأعني قول الرسول الثابت الصحيح. فلا تنشغل بأن تسمع درجات الفتوة ودرجات كذا وكذا، والرجل به مسلك صوفي وله توجه صوفي، وإن شئت فرج بعض ترجمته أو بعض ما قيل فيه في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، عفوا، في سير أعلام النبلاء للذهبي، وثم رسالة دكتوراه ألفت فيه لأحد إخواننا من أهل جزيرة العرب من السعودية. في بعض العلماء يعني شرحوا. لا تلزمني بقول غيري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت أنا عايز رقم الشيخ، لو سمحت. خذيه من الغرفة. السلام عليكم. سائل يسأل عن مشروعية الصيام في شهر الله المحرم، هل ثبت عن رسول الله في ذلك شيء؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثم ليعلم أن شهر الله المحرم من الأشهر الحرم، تلك التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، نرجو توجيه نصيحة شيخ للناس اللي هي بتعمل أصباح
بيجيبوا المغنيين بمصاريف غالية، لأن عندنا في البلد عامل حوالي يعني 4 أفراح كلفوا حوالي 1,000,000 جنيه. الأفراح عندك فقط، يعني المشكلة عندك في المصاريف أو المشكلة عندك في المعاصي في التي الدين، ترتكب؟ في الدين والمعاصي التي ترتكب المعاصي وحرمات أولى الله التي تنتهك. حينئذ، أو أولى أن يحذر منها. لا نذكر الذين من الله عليهم بالزواج أن يقابلوا نعمة الله عليهم بشكرها، لا يقابلوا نعمة الله بالعصيان والتمرد على أمره. فدرج الناس في كثير من القرى والمدن على الإتيان بمغنيين ومغنيات راقصين وراقصات، ويصاحب ذلك الديجيهات كما يسمونها، وأحيانا وبل في جل الأحيان يحدث اختلاط وتحدث محرمات، وفي بعض الأماكن يصاحب ذلك كله مخدرات. ففضلا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وأننا سنسأل عن الأموال بين يدي الله، فثمة معاصي ترتكب وحرمات تنتهك. فحرام على الذين يبدؤون حياتهم الزوجية بمثل هذا، مثل هذا الاختلاط والتبرج والفسق والفجور والمجون وضياع الأموال في لهو وباطل. فنحذر المسلمين من أن يقابلوا نعمة الله بالكفران والجحود والعصيان، فإن هذا يؤذن بزوال النعم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك. كان عندي سؤال يا شيخ، زوجي كان يعني رمى 2 طلاق بيقول في حديث مع النفس، بس أنا ما سمعتوش وما قالهوليش. هو يسأل، هذا الزوج يسأل ماذا قلت، ومن ثم نجيب على قدر مسألته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي حضرتك سؤال. نعم. كان جوزي عنده قطعة أرض. اسمه زوجي مش جوزي. حاضر. الزوج اسمه زوج، خلق منها زوجها مش خلق منها جوزها، اسمه ماشي يا زوج. شيخ. نعم. ماشي. فكان عنده قطعة أرض. ها. قطعة الأرض دي نصها حوالي 2 أوضتين وصالة. نعم. فجيت وبقول لك قطعة الأرض دي مش كبيرة، النص بتاعها 2 أوضتين وصالة. فجيت بيع نصها، فأخوه قال له هاخدها، واتفق إنه الفلوس بعد سنة، اداله نص الفلوس والنص التاني اتفق إنه بعد سنة، وبعد السنة لو ما عطلوش بقية الفلوس قطعة الأرض ترجع له تاني. طيب فجيت دلوقتي عدى 3 سنين. طيب وبعدين؟ فدلوقتي يا شيخ جوزي يقسم لو رجع له الفلوس تاني، او حد مثلا يبيع له بسعر جديد دلوقتي، يعني دلوقتي كل حاجه على ضغطت العموم الدفع وقتها. المؤمنون عند شروطهم، طب لو سمحت يا شيخ، طب لو سمحت، اما ان يمضوا الشروط التي اشترطوها على انفسهم، واما ان يتصالحا. فاذا تشاحح عند التصالح فالشروط تمضى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضلك يا شيخ، بالنسبة للهجرة، هو اللي خرج من بيته يعني خوف على أولاده وعلى عرضه مهاجر من بيته، يعتبر مهاجر أو يتحبس؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والانتقال من أرض الشر والفساد إلى أرض الخير والصلاح نهج الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، فنصح أن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض فيها قوم يعبدون الله فيعبد الله معهم. وأيضا قال، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سلف، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالان يا شيخ. تفضلي. انا والدتي متشحنه انا واختي شويه،
وهي يعني بتجن في الظلم شوية مع أختي. هل لما أنا أكلمها بالحسنى وأقول لها يا أمي أنت ظالمة هل علي وزر؟ يعني إذا كلمت أمك بالحسنى كيف ستكونين مأزورة؟ ما أنا بقول لها يا أمي أنت ماشية غلط. لا النصح واجب، النصح واجب، لكن فهميها بما يرضي الله بالحسنى. النصح واجب. بتقول لي انت غلط برضو يا شيخ، انا بس انا خايفه من الذنب. انت غلط، الله اعلم انت غلط ولا صح، انت من وجهه نظرك صح لكن لا الله يا أعلم. انا عمري ما ابقى غلط مع والدتي اصلا. خلاص الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الصوت غير واضح. هو رجل صالح يعني. عفوا الصوت غير واضح يا اختي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. لو سمحت، رجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، فهل لها من عدة؟ لا، المطلقة قبل الدخول بها ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وإذا أراد أن يرجع لها نفس الزوج هل تحسبها طلقة؟ نعم، محسوبة تطليقة إذا رجع لها بعقد جديد، بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود حسبت تطليقة سابقة. نعم نعم نعم، جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ أريد أن أسألك سؤال. اتفضل. اتفضل، ما السؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا بسأل حضرتك، لو أنا ست كبيرة، لو أنا قعدت ومددت بعد ما أخلص صلاة حرام عليا ولا حلال؟ ولو أنا مددة وأنا قاعدة بقرأ قرآن حرام ولا حلال؟ حلال. يعني لما لو مددت رجليها كده مثل الإبلة حرام عليا؟ حلال، لا بأس. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم النوم على البطن. أقول وقد سبق مرارا أن حديث النوم النهي عن النوم على البطن وما ورد من أنها ضجعة يبغضها الله أو أنها ضجعة المغضوب عليهم كل ذلك لا يصح. في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة بالخاء وهو ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ لو سمحت، لو سمحت معلش خليك بس معايا شوية عشان في مشكلة بيني وبين أخويا بسبب قطع ضرب اشتراها مني. اشتراها مني وكنا متفقين إن هو يديني نص المبلغ وأصبر عليه السنة ويديني بقية المبلغ. فعدت السنة ولا أنا كان معايا فلوس، أرجع له فلوسه ولا هو معاه فلوس يديني بقية. زوجتك سألت آنفا وأجبتها بأمرين، إما أن تصطلح على حل معين وإما إن تشاححتما فالشروط المثبتة تمضى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. ارفع صوتك تفضلا. إني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل ارفع صوتك. ادعيلي بالله عليك يا شيخ مصطفى. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد يا رب. تفضل سؤالك. عايز رقم حضرتك، رقم حضرتك. خذهم من الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل يجوز إن أنا أطلع صدقة من مالي لأخو جوزي فقير؟ ليس بفقير، هو يحضر للزواج ونفقته لا تكفي.
صدقة زكاة مال أو صدقة عامة؟ لا لا، صدقة عامة ليست زكاة. يجوز يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. بص لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا عندي ابني يعني ربنا يهديه ويصلح حاله، وانا ونصحته ياما، ولا في صلاه ولا في اي حاجه، ونصحته ياما وهو ما استجيبش يعني. بالله عليك تقول لي نعمل معاه ايه؟ وده حلال ولا حرام؟ وبالله عليك تدعي له. اما كونك تنصحيه فهذا واجب، اما ما يفعله فهو من الكبائر بلا شك. أكيد من الكبائر يا شيخ. طبعا كبائر والله. طبعا إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الصورة القصيرة التي لا تخفى على أحد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، أو على القول الآخر وعيد شديد وتهديد أكيد للمصلين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فما بالك بتارك الصلاة؟ هذا مجرم، هذا مجرم. وقد قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعياذا بالله من النار، عياذا بالله من النار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك ايه يا شيخ، لما يبقى ابني ساعة صلاة الجمعة، سمعني يا شيخ؟ سامعك. لما يبقى ابني ساعة صلاة الجمعة ويبقى نايم وانا بصحيه وعنده 22 سنة، هل انا كده بأثم باخد وزر وهو ما بيقومش ويقوم بعد الصلاة؟ كيف تأثمي؟ هل نبدل المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ كيف ذلك؟ انت محسنة، انت محسنة جزاك الله خيرا، أيقظي للصلاة. هؤلاء الجيا في النتنة الذين ينامون والصلاة قائمة عن عمد وقصد، هؤلاء نتن، هؤلاء قذر. أيقظيهم وذكريهم بالله قدر استطاعتك. لكن أنا يعني أنا كده ما باخدش وزن، لأن أنا مثل ماذا يؤتي تبدي حسنات إن شاء الله. السلام عليكم. يا والله يا شيخ مصطفى. الحمد لله، ربنا يخليك يا رب، دكتور طول عمره يا رب في طاعة الله جميعا يا رب والسامعين. لو سمعت يا شيخ مصطفى، لا عندك سؤالين بعد إذنك. تفضل. الوقت لو في واحد ما بيصليش وعمل أضحية، يجوز ناكل منها ولا لأ؟ يجوز، هو جاحد للصلاة، جاحد للصلاة أو تاركها تكاسلا. لا أكيد أكيد تاركها تكاسل يعني وكده يعني. إذا كان متكاسلا خارج، يجوز أكل ذبيحته. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل يجوز إطعام النصارى من كفارات الأيمان؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، فيما يبدو لي أن ذلك جائز، لأن الله سبحانه وتعالى ما قيد الإطعام في كفارة اليمين بالمؤمنين. نعم إطعام أهل الإيمان أولى، لكن إن أطعمت نصرانيا مسكينا جاز أيضا، لقول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يقيد المسكين بالمسكين المسلم هنا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، لي 4 أسئلة. خير يا رب، اللهم اجعلها خير. لو سمحت يا شيخ، أنا بحب أتابع برنامج أهل الذكر يعني كتير، بتابعه يعني العصر وبعد فترة بالليل، هل يعني ان انا كده اكون منشغله يعني عن القران او عن ذكر الله كده؟ لا، مطلوب ايضا تتعلمي دينك،
مطلوب منك انك تتعلمي دينك قدر الاستطاعة، فاذا كانت هذه الوسيلة المناسبة لك لتعلم دينك فالله قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. بارك الله فيك يا شيخ. طب السؤال الثاني حضرتك، لما احنا ننظر للشيخ على الشاشة ده حرام؟ اذا كان النظر يولد فتنة لا تنظري، غض بصرك. إذا لم يكن يولد فتنة فقد وضعت عائشة خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفقت تنظر إلى الأحباش يلعبون في المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا. اتفضل. لو سمحت أنا عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلوا اتفضل. الوقت يا شيخنا أنا إحنا بالوقت شغالين في مزرعة دواجن ماشي، والوقت بنحجز علف معانا فلوس بندفع مقدم مثلا للموزع بنديله مثلا زي مثلا 100,000 او 200,000 بنحجز بالعلف. طيب ماشي يا شيخ ماشي. فالوقت اللي احنا بنتفق مع لو العلف نزل من سعره اللي احنا حاجزين به بيحاسبنا على النزول ماشي. هذا ولو طلع هذا تكرما منه ولا يكون الزاما. ماشي احنا بنتفق على كده. مش انا بقول لك انا لا يلزم بهذا، لان اذا قلنا نبيع بيع السلم وبيع السلم هو ان تسلم المبلغ الان وتاخذ السلعه بعد مده، لكن السلم له قيود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في ثمن معلوم صنف معلوم الى اجل معلوم ووزن معلوم أو كيل معلوم. فلا بد أن تحدد السعر والثمن وزمن التسليم والوزن أو الكيل. فيقول مثلا تقول لي عندك الآن 100 طن علف أستلمها منك في 11، هذا ثمنها الآن، جاز هذا. أما إن هو تفضل وقال اسمع إذا نزل السعر سأحاسبك على السعر النازل، هذا تفضل منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شخص كنت عايز اسأل حضرتك، في بنت صاحبتنا يا شيخ؟ نعم. في بنت واحدة صاحبتي هي كبيرة بس هي ملغية. ها؟ كبيرة باين عليها انها كبيرة بس هي ملغية. سامع السؤال والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ اي نعم. لو سمعت عندي سؤالين بس رد عليه بعد ما اخلص. اتفضلي. صلاة الفجر امتى تسقط؟ مع طلوع الشمس ولا لازم نصليها في وقتها؟ وده سؤال. والسؤال الثاني صلاة الجمعة للستات، يعني احنا بنصلي في البيت ما بنقدرش نروح المسجد. لازم يعني بنصليها بعد ما نجيب الصلاة؟ ولا بعد ما يطلع من الجامع؟ وشكرا يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فوقت الفجر يبدأ من طلوع من ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس. فإذا صليت في هذا الوقت جاز لك. والرسول يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. أما عن وقت صلاة الجمعة للنساء فبدايته بداية أذان الظهر، ولا تلزم المرأة في بيتها بالانتظار حتى يخرج من صلاة الجمعة أو يصلونها، بل لها أن تصلي الظهر في بيتها إذا أذن المؤذن للجمعة، ولا يجوز لها أن تصلي الظهر ركعتين في بيتها آنذاك إلا إذا كانت مسافرة. فإذا صلت في بيتها ستصلي أربعا، صلت مع الإمام ستصلي ركعتين. هذا وألفت النظر إلى أن قول الأخت صلاة الجمعة للستات كذا قالت الستات، تصف النساء أو تسميهن بالستات، لم يرد لا في كتاب ولا سنة أن النساء يسمون أو يسمين بالستات. فهذا اصطلاح دخيل على لغة العرب، والمرأة اسمها امرأة أو فتاة إذا كانت شابة
أما أن يطلق عليها الست والستات كل هذا لا أعلم له مستندا. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. إيه لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا بسأل على الزواج من غير ولي، يعني واحدة تزوجت من غير الولي بتاعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي الحديث الآخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فالإنكاح للأولياء. وكذا قوله وأنكحوا الأيام منكم، الأمر للأولياء أيضا، عفوا الأمر هنا اختلف بعض الشيء. أنكحوا زوجوا، زوجوا من لا زوج له. باطل ولا مش باطل؟ مزولي. باطل باطل. نعم. طب لو سمحت يا شيخ مصطفى سؤال كمان. نعم. احنا ايام زمان كنت انا واخويا عندنا حتة ارض، فحتة الارض ديت بنيناها، كانت والدتي عايشة، فلما بنيناها انا وهو، لما والدتي ماتت كنت انا وهو اللي بندفع الفلوس وكل حاجة شركة في البيت دوت. لما هو ماتت قال لي لا احنا ما نقسموش البيت على اساس ان احنا بينا وبينك انا وانتي، احنا نقسموه على اساس ان هو ورثة علشان امك الله يرحمها كانت موجودة. هل فعلا كلامه دوت صحيح؟ لا يعني عفوا، هل انتم بفعلكما، هل انتما بفعلكما وهبتما المال للام في حياتها، او كان البيت باسمكما؟ احنا ما وهبناش المال لحد، هو البيت كان حته ارض احنا انا وهو اشتركنا فيه وبنيناه. ما هو الان عفوا اذا كان الشيء المبني سلم للام واصبح في الحياه الدنيا ملكا لها فيكون تركه تقسم كسائر التركه. اما اذا قال الورثه إن الأخ والأخت هما اللذان بنيا الأرض والأرض لهما، فإذا رضي الورثة بذلك فالأرض لك ولأخيك، فهي قضية تنظر. السلام عليكم. رحمة الله وبركاته. نعم. شيخ الكريم حج المبرور بإذن الله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا رب. اللهم آمين. يا شيخ الجليل، أنا والدتي مطنة وقعيدة، وأنا كفيفة ومريضة صحيا، وأزورها بقدر ما أستطيع، وانقصرت ضميري أنبني، وأنا صحتي مش مساعداني، يعني أنا نزلت لها اليوم وطلعت يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. وإياك. بالنسبة للمعاش، الواحد ممكن يوصي بدقوس المعيش في الإيجار؟ لا، المعاش ليس المعاش للورثة ليس لك، المعاش بعد موتك. لا يعني إن وصيتك ليست ملزمة، لأن المعاش مال وارث ليس لك. طيب. وبعدين كلمة بالنسبة بالنسبة بالنسبة، لا تجد في القرآن الكريم بالنسبة ولا في السنة بالنسبة. أقول بالنسبة للمعاش، اسأل قل المعاش، ووفر كلمة بالنسبة حتى لا تملأ صحيفتك يوم القيامة بالنسبة بالنسبة. السلام عليكم. يسأل سائل يقول ما معنى قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الآية؟ الآية يوضح معناها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءته أسماء بنت أبي بكر فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام صلي أمك. فالمشركون الذين لم يقاتلوننا في الدين ولم يخرجوننا من ديارنا لنا أن نبرهم وأن نقسط إليهم ما لم يكونوا محاربين وما لم تكن الحال حال حرب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز معايا سؤالين يا شيخ لو سمحت. اتفضل. ايه حكم قضاء الصلاة الفائتة يا شيخ؟ قضاء الصلوات الفائتة واجب.
فرض. يعني السنن يا شيخ او الواحد تجزي ولا لازم الواحد يصلي مع الفرض فرض ثاني؟ اذا كانت فرائض فقضاؤها فرض، اذا كانت سننا فيستحب قضاؤها. يعني اذا تركت صلاة الظهر وفات وقتها ملزم بالاتيان بها خلافا لمن منع ذلك، وما ذكرته هو رأي جماهير العلماء. اما اذا كانت نافلة سنة تركت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر صلاها بعد العصر. السلام عليكم. الله بركاته. بعد اذنك يا شيخ. نعم. بقول لك ابني في دلوقتي في الجامعة، وهو صغير كان بيصلي الفجر في وقته وكل الاوقات في وقتها الحمد لله، وكان بيحفظ القرآن. بس دلوقتي بقى من ساعة ما دخل ثالثة ثانوي ومش عارفة ايه اللي جراله، ما بقاش بيمسك المصحف كتير. يعني انا مش عارفه ده يعني ما تملكين الا الدعاء له بالهدايه والنصح، النصح والدعاء له بالهدايه وتسليط اصحاب صالحين عليه. السلام عليكم. اخ يسال من غرفه التحكم قائلا: لو كان ثم شخص تارك للصلاه 4 سنوات ماذا يفعل؟ يعيدها قدر استطاعته. هذا رأي جماهير العلماء، يعيدها قدر استطاعته، إما مع كل صلاة صلاة أو على المتيسر له. لكن استدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، وأننا مسؤولون عن الصلاة بين يدي الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله نسأل حضرتك عن زكاة عروض التجارة، كنت سمعت من أحد العلماء أنها 5% على المكسب. لا 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 لا، زكاة عروض التجارة يقوم المال المتحرك، المال يقوم المال ويخرج عليه ربع العشر، يخرج عليه ربع العشر، تقوم التجارة بالسعر الذي إذا أعلن بيعت التجارة وسيلت، يعني أصبحت مالا سائلا. ففي هذه الحال إذا مر عليها الحول وكانت قد بلغت النصاب يخرج منها ربع العشر، والله أعلم. جزاكم الله خير. وإياك والمسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ مصطفى. نعم يا سمحت. في سؤال، كان في أخت من الأخوات بيجيها مبلغ شهري، فهي بتصدق على أخت في الله، هي مش محتاجة قوي الأخت، يعني هي عايزة تقسم معاها المبلغ بالنص، بتحبها في الله وكده، فقالت أنا عايزة أقسم معاها المبلغ بالنص. يعني واحدة كانت بتوصل لواحدة فلوس، واحدة وسيطة توصل لأخت أخرى فلوس، فتريد أن تشاطرها في المبلغ. لا 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 يا شيخ. أمال كيف السؤال؟ كيف السؤال؟ في اخت بيجيها مبلغ شهري، هي مش بيجي، يعني هي بتقبض مبلغ شهري، مبلغ ده عندي يعني رزق، يعني فهي عايزه تاتي مع اختي في الله ليها المبلغ ده بالنص. يعني في واحده من النساء بياتيها مبلغ شهري رزق من عند الله، وهي تريد ان تتفضل على واحده اخرى وتعطيها جزء من المال. هذا شيء طيب، اذا كانت محتاجه شيء طيب. طب الاخت اللي هتاخد دي جزء انها تاخد، ولا حضرتك تنصحها بايه؟ يعني اذا جاءها من هذا المال شيء من غير مسألة او اشراف نفس فانه رزق ساقه الله اليها. اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عطية، اعطى النبي عمر عطية من مال، قال يا رسول الله اعطه من هو احوج اليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاك من هذا المال شيء عن غير مسألة ولا إشراف نفس فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وفي بعض الروايات فتموله، وفي بعضها إن شئت أن تتصدق به تصدق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الكريم، تقبل الله منا ومنكم. يا رب أمين يا رب. رزقنا الله حجا مبرورا. اللهم امين يا رب. نذكر اخواننا المسلمين بالدعاء للمسلمين المستضعفين في كل مكان. احسن الله اليك، هذا حق لاهل الاسلام علينا
أن ندعو الله أن يكشف الضر عن المتضررين في بقاع الأرض، وأن يفرج كروب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين. علينا أن نشرك المؤمنين في دعائنا. ولما جاء عربي وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا. ومن دعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكان من دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، يعمم وبعد ذلك يخصص أحيانا، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد ويسمي أقواما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت، وممكن ترد عليه بس بعد ما خلص السؤالين. اتفضلي يا أختي. هل يعتبر الحمى محرم وتكشف المرأة وجهها أمامه في وجود الأهل إذا حدث بينه وبينه فتنة من منذ فترة يعني؟ الحمى اللي هو يعني أبو الزوج. الحمى هو أبو الزوج. أبو الزوج محرم على التأبيد، لأن الله قال في بيان المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. بس أنا يا شيخ بقول لحضرتك يعني لو كان حصل بينه وبينها فتنة قبل كده منذ فترة يعني فيجوز لها برضو إن هي يكون لها محرم. لا يعني إذا كان الحمى يعني الحمى فاسق ويخشى من شره على زوجة ابنه فهذه مسألة تستثنى، الله لا يحب الفساد. السلام يعني عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أختي ظلمتني في مبلغ من المال. ها. وهي رافضة إن احنا نصل الرحم مع بعض، هل عليا وزر؟ أختك مالك؟ ما صنعت؟ ظلمتني في مبلغ من المال في الميراث يعني. ظلمتك في مبلغ من المال. وهي رافضة إن احنا نتواصل مع بعض كإخوة يعني. يعني ظلمتك هي يعني أخذت فلوسك ومع ذلك لا تريد الوصل. ومش عايزه حد من يعني عايزه تقطع حتى بيني وبين اخواتي كلهم. لا 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 لا, لا. اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي رحما اصل ويقطعوني، اعطي ويمنعوني، احلم عليهم ويجهلون علي، اعف عنهم ويسيئون الي، ماذا أصنع؟ يعني كانوا يسأل ماذا أصنع؟ أنا أعطيهم ويمنعوني، أصلهم ويقطعوني، أعفو عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني واصل. فالنبي قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل يعني واصل الرحم حق الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، والله أعلم. الله يكرمك يا شيخ. طب سؤال تاني، هي دلوقتي أوصت أولادها إن إحنا ما لو توفاها الله ما نخشش عليها. ما تخشيش عليها ساعة الغسل، لكن ما نخشش ولا نعزي ولا أي حاجة فيها، يعني هي قطع أنا خالص مش عايزة أشوف حد. خلاص انتهى الكلام يا أختي واصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا الحبيب. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. وفيك بارك الله ووفقك. ربنا يعزك يا شيخنا، وأنا أحبك في الله يا شيخنا. ربنا يبارك فيك. الله الذي أحببتنا له. تفضل. لو تكرمت عندي سؤال، لو تكرمت حضرتك، أنا أعاني من عدم الاستقامة على الهداية، واحس احيانا اني انا يعني بعيد عن ربنا، وان زي ما اكون من كتر كده ساعات بيأس، وبحس ان ربنا زي ما يكون ربنا مش عاوزني في طريقه، فمش عارف يعني على كل حال. على كل نعم. حال لا تيأس من رحمة الله، فإن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والخليل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال فريق من العلماء في تفسير قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا ومن التهلكة أن الشخص يذنب الذنب فيقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك،
والله نعم. سبحانه يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، مهما صدر منك من ذنب فالله اسمه الغفار، وهو غافر الذنب وقابل التوب، وهو أهل لأن يغفر، فقد قال عن نفسه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يجزيك خير. ممكن سؤال؟ تفضل. حضرتك، أنا كنت داخل بسهم بقالي سنتين، سهم في عمارة، دافع 50,000 جنيه داخل بسهم في عمارة. فدلوقتي بقالي سنتين وفي ناس قالت لي إن صاحب العمارة اللي بيدفع رشاوي والكلام دوت عشان للحي عشان خاطر يبني الادوار، فانا حسيت ان انا اللي انا كده لو خدت فلوس او في ارباح جت هحس ان انا حرام. لا لا خلاص، الاسم عليه. هو رجل صالح ولا نصاب ولا حرامي ولا؟ لا لا، هو نحسبه على خير، هو ابن عمي. خلاص يعني نحسبه على خير. نحسبه على خير، لا تلتفت الى كلام الناس، وخذ ارباحك استمتع بها. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ انا حلمت مرتين بالرسول صلى الله عليه وسلم. الو. وبعد ذلك اول مره شفته فيها كان بشعره ابيض، وبعدين لحد دقنه لحد ودنه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فمن ادعى أو من ادعت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قيود. أولا، لا يقبل كلامها إلا إذا كانت صادقة. ثانيا، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ثالثا، أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. فمثلا الرسول كان أبيضا عليه الصلاة والسلام، فإذا رأت المرأة رجلا زنجيا في النوم ليس هذا برسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان وسطا بين الطول والقصر، وأيضا عليه الصلاة والسلام كان على خلق عظيم، فإذا رأت امرأة شخصا بذيئا في المنام فليس هو الرسول. وبعد، لا يأمره بشيء يخالف الشريعة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الثياب المطرز بالذهب حرام؟ نعم. ثياب مطرز بالذهب مثل العباية التي ثوب مطرز بالذهب، امرأة ستلبسه أو رجل؟ ولو لونه الذهب؟ لا، يعني المرأة لا بأس أن تلبس ثياب مطرزة بالذهب، لأن الذهب حلال للنساء والحرير حلال للنساء. أما إذا كان الرجل يلبس ثوبا مطرزا بالذهب، ما رأيت أنا ثوبا مطرزا بالذهب، لكن إن كان فيه زرار ذهب مثلا فالفرد التابع كالزر أو الدبوس أو نحو ذلك، فهذا يتجوز العلماء فيه. لحديث مخرمة بن بكير أنه أتى المصور ابن مخرمة أنه أتى مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في خلق مخرمة شيء، فقال: يا بني ادعو لي رسول الله. فالولد المصور الصحابي الجليل الابن يعني يتلطف مع أبيه، يقول: يا أبي إنه رسول الله. قال: ادعوه فإنه ليس بجبار. فسمع النبي صوت مخرمة خرج من بيته بثوب مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. قال العلماء في شرحه إن هذا يدل على أن الفرد التابع كالزر ونحوه لا بأس به، أما إذا كنت أنت تقصد مطرز بالذهب يعني حجم التطريز، ما هذا الذهب في الأصل محرم على الرجال، لكن مستثنى الفرد التابع اليسير. السلام عليكم.
هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر أهل الإسلام بأن الله واحد، أذكر الخلق جميعا بأن الله واحد لا شريك له، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن من زعم أن الله له شريك أو له ولد مخلد في النار والعياذ بالله. وكذلك أذكر نفسي والخلق بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. فالسيد البدوي والحسن والحسين ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الدسوقي واحد لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر، بل قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا أذكر الجميع أيضا جميع المسلمين بأخوتهم، فالمسلم المصري أخ للمسلم السعودي، أخ للمسلم القطري، أخ للمسلم الإماراتي، أخ للمسلم اليمني، أخ للمسلم المغربي الجزائري الروسي الأسترالي. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. هذا أذكر إخواني أهل الإسلام في تونس أن ما يزمع فعله وما ينوون عليه من إباحة زواج المسلمة برجل كافر هذا قانون باطل ومصادم لشرع الله، وتعيش في الحرام وتعيش في الزنا طيلة حياتها من وافقت على أن تتزوج برجل كافر أو تزوجته. ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر